السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، صباح الخير عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين الكلمات. النهاردة معانا موضوع جديد، مبادرة جديدة، مبادرة برغم إنها انشأت قريب بس دخلت مجال بقوة وتنافست مع أكبر المبادرات وأخذت شهرة كبيرة في مصر ومن خارج مصر. مبادرة انشأت في شهر 4 من العام الحالي، كانت وميض أمل لكتير من الكتاب. أنشأ الكاتب الشاب حسن محمد اللي هيكون ضيف معانا النهارده في حلقتنا، ومتكونة من رئيس ومجلس إدارة ولجنة تقييم. بدأت شهر 4 وظهرت بقوة من خلال مسابقتها العديدة، وكانت متعاقدة مع دار نشر إلكتروني وبدأت تنشر كتب إلكترونية وكتب ورقية. نرحب معانا بضيفنا النهارده ورئيس مبادرة الكتابة تجمعنا، الكاتب حسن محمد. أهلا بيك، منورني. هذا أنا سيدي، شو عامل ايه؟ منورني حبيبي. أخبارك ايه؟ تمام، كويس دايما يا رب. حبيبي في البداية كلمني، ازاي جاتلك فكرة المبادرة؟ ازاي جات لي فكرة المبادرة؟ أولا أنا كنت كاتب شاب زي أي كاتب عادي، بكتب خواطر نصية قصيرة، تمام تمام؟ فكنت زي أي كاتب مبتدئ محتاج دعم، تمام تمام. فانا طبعا دورت على مبادرات كتير، انا الساحه مليانه مبادرات طبعا، صح. فانا دورت على مبادرات كتير تدعمني. فطبعا يعني في على كام مبادره لقيت الدعم قليل جدا، وحتى طريقه الاسلوب بتاع التعامل حاسس ان هم ان احنا ولا حاجه، فاهم؟ اكيد. انتوا لسه في البدايه. وهم اللي وصلوا، هم ناس كبيره يعني. فانا فكره المبادره دي من زمان جدا في دماغي وعايز اعملها، لكن المشكله ايه؟ كنت افكر ازاي اعملها، لان في مبادرات كتير، ازاي ابقى المميز اللي فيهم، ازاي اخلي الناس هي تيجي لي انا بعيدا عن كل المبادرات. هي الفكره جات لي من هنا، بدات انفذها في شهر 4، وكان التنفيذ صعب جدا لان انا كنت في ثانويه عامه، ربنا معاك. تمام. فالتنفيذ كان صعب شويه بالنسبه لي، لكن ربنا وفقني طبعا، وعرفت اكونها في شهر 4. وكنت انا ومساعده شخص صديقي ازهري، تمام. عملتوا حكايه المبادره. عملنا حكايه المبادره، هو ساعدني كتير جدا بصراحه. وبدأنا نجمع لجان تقييم. لجان التقييم دي كنا بنجمعها على أساس إيه؟ كنا بنجمعها طبعا، بنعمل اختبارات الأول، كان هو اللي مساعدني فيها. كنا بنعمل اختبارات عامة عشان ناخد أحسن الناس، يعني ما بناخدش اللي هو اي الأحسن حد خالص، بيكتب، لا انتوا بتاخدوا لا المتقن، مش شرط المتقن قوي كمان، لأن احنا كده كده بناخده. بتساعدوه انه يطور من نفسه. بالظبط، احنا أخدناه مش أخدناه يدخل معانا على طول، لا بناخده بندربه أكتر كمان. فمن هنا عملنا فكرة لجان التقييم، وبدأنا بقى نشتغل في موضوع المسابقات وموضوع الكورسات. موضوع ده الكورسات كل عملناه. ده كل ده هنتكلم فيه في البداية. نتكلم نقطة نقطة. لجنة التقييمات اخترتوها ازاي؟ لجنة التقييمات اخترناها ازاي؟ اخترناها زي ما قلت لك عن طريق كنا بنعمل اختبارات، تمام. وكان بيساعدني طبعا صديقي اللي قلت لك عليه الازهري ده، هو اللي ساعدني في اكتر التقييمات والمسابقات، تمام. تمام. من ساعتها اخترنا لجنة التقييم. اولا بدأنا بلجنة تقييم الخواطر، اخترناها، وبعد كده مشينا في القصص والشعر. ومعانا كان رئيس لجنة تقييم الخواطر أستاذ رغد عصام، وكان كنا تيم كامل متكون من 4، ليدر آيات وهدير عرفات، وحاليا معانا برضو كمان هدير إبراهيم. انتوا كم عضو في المبادرة؟ احنا كم عضو؟ احنا مجلس إدارة. مجلس إدارة، احنا 2. اتنين بالتقييمات، عدد اللي هم لا بالتقييمات وكل ده لجنة التقييمات احنا 8. 8 كلكم. غير بقى الليدر اللي شغالين معانا كمان، احنا ماسكين لجنه تقييمات القصص والخواطر والشعر. كل واحده دول شغاله معانا، ماسكهم ليدر، هي المسؤوله عنهم، مسؤوله عن 4 في كل لجنه، تمام. مسؤوله طبعا عن احنا لو مثلا ما عندناش كورسات او مش شغالين مسابقات، بتدربهم، بتخليهم، تأهلهم. بتأهلهم اكتر، ان احنا لما نيجي ندي كورسات في وقت معين بناخد الناس المؤهله اكتر ندي كورسات طبعا، تمام. كلمني عن الكتب اللي هي الالكترونيه اللي انتوا عملتوها. الكتب الالكترونيه طبعا حضرتك عارف ان الكتب الالكترونيه لما تيجي اي حد يعمل كتاب الكتروني مع مثلا دار الكترونيه دلوقتي لازم يدفع مبلغ. هو دلوقتي هيعرضوا لنا الكتب الالكترونيه اللي اتعملت. كل كتاب كلمنا عنه. كل كتاب ليه حكايه تانية خالص غير عم الكتاب عزب التاني. هيجيب لنا وصلنا على الشاشة دلوقتي، هنشوف كل كتاب، وقول لي كل كتاب ليه، ايه الهدف منه. اكيد هيتعرض لنا دلوقتي، ده اللوجو، ده كتاب النشر اللي هو ده كتب كتاب النشر الطباعة، اللي احنا عايزين الكتب الورقي. الإلكترونية اللي هي تانية. ده بداية جديدة، مجموعة قصصية. ده كان كتاب الكتروني. ده كان بعد ما خلصنا تاني كورس عملناه، كنا بندي هدايا للشباب اللي نجحت في الكورسات، نديهم هدايا ان احنا نديهم كتب الكترونيه مجانيه.
تمام. فكنا كتاب الكتروني ما كانش بيبقى لشخص واحد، كان بيبقى عباره عن مجموعه، مجموعه اشخاص مثلا 15 شخص، بناخدوا القصه اللي هو شارك بيها في الاختبار واللي نجح بيها واخد تقييم اعلى، بنحطها في الكتاب الالكتروني وبنشتغل عليه وبنعرضه، يعني بنقعد بالظبط في اسبوع ويكون جاهز الكتاب الالكتروني وبيتعرض. المشهد الاخير برضو تاني كتاب ده برضو كان من نفس الكورس، لكن ده كان للشعر الاول، ده كان للقصص، وده او ده للشعر، شعر ده شعر. ديوان مجمع. او برضو ديوان مجمع للشعر، واللي قبل كان للقصص، وكنا عاملين برضو كتاب للخواطر. هنشوفه دلوقتي. ده مجموعة خواطر. هو ده الكتاب اللي انت قلت عليه، مشاعر خالدة. مشاعر خالدة. مين اللي بيصمم الديزاينرات دي وحكاية غموض؟ انا انت؟ لا ما شاء الله، ديزاين جميل جدا. لا ابداع، لا يعني مبادرة وما شاء الله ديزاين، يعني حاجة ما شاء الله عليك. علم النفس ده كان كورس احنا طبعا ما عملناهوش غير مره واحده، كنا بنجرب بصراحه، يعني في ناس كتير عرضت علينا الفكره ان احنا ننفذها، وكان في ناس كتير محتاجينه، فقعدنا ندور على ليدر تدي لحد ما لقينا دكتوره في علم النفس، او دكتوره في علم النفس، تمام. هي ترشحت انها ساعدتكم. تعمل، ساعدتنا طبعا انها تعمل كورس زي ده، ودي الحاجات اللي هي اتشرحت في الكورس، يعني كنا حاجات كتير وحاجات هتلاقيها كلها اصلا مهمه جدا، وكان فقدان الشغف، الاحتياج، تنمر، العنف، نضج، الثقة بالنفس، حب الذات، كل يعني الكورس ده، الابتزاز العاطفي. الكورس ده حقق طبعا نجاح كبير جدا، دخل فيه عدد كبير. كورس كان ناس كتير محتاجاه، وكورس من اكتر الكورسات اللي عملناها مره واحده يعني، بس عمل نجاح كبير جدا معانا ده يعني. انا اجي تدوني الكورس ده محتاجه. ما وراء النجوم. ده برضو كان كتاب ده للكورس الثالث، تمام. احنا عملنا 4 كورسات، فده كان كتاب للكورس الثالث، برضو كان مجموعه خواطر تمام. الشباب اللي نجحت في الكورس، برضو كنا بنعملها لهم عن طريق ان ده هديه مننا للمبادره، ان هم تعبوا في الكورسات، فهديه مننا هدية ليهم منهم يعني. ليه؟ لا ما شاء الله، يعني بتدوا الكورسات بتساعدوهم كمان؟ لا بتساعدوهم في الكتابة كمان غير الكورسات. وبنأهلهم بعد كده ان هم يدخلوا معانا مثلا في كتب ورقيه وكده يعني. قبل ما نسمع آراء الناس في الكورسات، الكورس كلمني الانتقادات اللي انت تعرضتها. اكيد اكيد في مشوارك ده تعرضت للانتقادات، انك بادئ من كتير. فترة قليلة ونجحت الفترة نجحت في فترة سريعة، فأكيد واجهت انتقادات. ايه الانتقادات اللي واجهتها؟ واجهت انتقادات زي اللي هو انت مش مؤهل انك تعمل حاجه زي كده، انت لسه صغير، انا لسه صغير مش مؤهل، وكمان ضغوطات كتير كمان من صحابي، يمكن لان انا كنت في ثالث ثانوي ودراسه وفتره كورونا والفتره دي كلها، وفي نفس الوقت جالي ان انا الفتره اللي انا قعدتها طبعا كان فتره فيها ما فيش دروس طبعا، ومفيش مدارس، ومفيش اي حاجه، قعدنا في البيت. قعدت فهي الفكره جت لي من هنا، الاستفادة، شكلها هنرجع تاني للفترة دي وهتقعد تاني. الفكره جت لي من هنا، فمن هنا بدات انفذ. كانت بدايه تنفيذ في شهر 3، قعدت شهر كامل اخطط ازاي هعملها، ازاي هجمع الناس، ازاي اخلي المبادره تنجح، ايه العوامل اللي انا اخليها تبقى احسن من اي مبادره تانيه. مبادرة حاليا في مبادرات كتير شبابية فعلا. كتير طبعا، لكن احنا دخلنا في شهر 4، احنا دلوقتي مثلا في شهر 11 عملنا حاجات كتيره جدا، ودلوقتي مبادره معروفه، مبادره اخذت مكانها في ما شاء المبادرات الله التانيه، يعني حاجه كويسه جدا، ما كانت شاء بدايه الله. كويسه. واجهت الانتقادات دي ازاي بقى؟ واجهت الانتقادات دي ازاي؟ انا ما واجهتش، انا ما بردش على اي انتقادات عامه يعني. بثبت يعني. كان في قبل ما اعمل الكتب الورقيه بيوم، يعني انا كنت اصلا مكلم الدار، شخصين جم كلموني قالوا لي انت بتضحك على الناس في موضوع الكتب الورقيه ده، انت مش هتعمل اي حاجه. انا مشكله كنت مكلم الدار قبلها بيوم، ومتفق ان انا رايح لها بكره عشان امضي العقود. فاحبط. استغربت يعني الناس دي جت لي منين اصلا، انا اعلنت ان في كتب ورقيه وبتتعمل وخلاص رايح امضي العقود، انا استغربت، فانا ما ردتش. بعدها بيوم نزلت بوست على طول، طب ما عملت ما تكلموش ما ولا فتحت ولا ولا حد، ما اتكلموا. حدش يتكلم، انا خلاص عملت بنيت العقود، طب انتوا ازاي تقولوا دايما كل دايما دي؟ لما تلاقي انتقادات ما في طريقك، بردش. لا لما تلاقي انتقادات او حد بينتقدك، في انتقادات وفي ايه اللي هو ايه بيحبطك، الانتقادات البناء اللي هو يقول لك لا انت تصحح من نفسك في الموضوع ده، هو ده اللي تتكلمه ودي وترد انتقادات عليه. كويسه جدا، ودي احنا ماشيين بيها اصلا في نظام التقييم كمان بالظبط، بتاعنا. بتصلح من الغير والناس بتصلح لك، يعني اكيد انت كل سنه بتكتشف خبرات اكتر، بتكتسب طبعا، خبرات، اكيد. فكده ده الموضوع هيواجهك. ازاي بقى قدرت توفر المواهب؟ فكره النشر الالكتروني، فكره النشر الالكتروني، وايه المواقع اللي نشرت فيها؟ الموقع اللي نشرت فيها، مش عايز اصدمك برضو، الموقع اللي نشرت فيه انا اللي كنت عامل الموقع لنفسي، انا بعرف اعمل مواقع على الويب سايت وكده، فانا كنت عامل موقع النشر لنفسي. موقع النشر دلوقتي تقريبا محقق نجاح اكتر من المبادره ذات ما نفسها، شاء الله. تمام. في مشاهدات كتير جدا من جوه مصر ومن بره مصر، اكتر عندي دول كمان اوروبيه بتتفرج على الـ على الـ الجوجل، عندي على الجوجل صفحه الويب سايت، تمام. دي نشرت فيها الكتب الالكترونيه، وكان بمساعدة ناس كتير جدا برضو، كتب الإلكترونية دي، ويمكن كان بمساعدة صحابي كمان في النظام اللي هو
ازاي كتبنا على الورد ازاي وبعتنا ازاي الملف على الورد عشان يتنسق وكل الكلام ده كله. كان مساعدات كتير جدا من صحابي، في ناس وقفت معايا طبعا يعني، زي ما في ناس طبعا هاجمتني في ناس وقفت معايا كتير يعني. ما شاء الله. احنا بص هناخد فاصل، ناخد راحة كده ونرجع بقى هنشوف الكتب المجمعة الورقية اللي اتعملت، هنتكلم مع ازاي محمد حسن وصل المرحلة دي وازاي مستقبله وايه النظرة ليه في المستقبل، كل ده ونرجع لكم بعد فاصل، استنونا.